تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة دائما نور دبي. أحب أني أيضا أرحب بفريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة ميرة المري، وفي الإعداد الأستاذ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ أول اتصال ومثل ما عودناكم موضوع السوشيال ميديا، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل. تواصلكم مهم معنا، مثل ما تعرفون البرنامج هذا معني بأهم شيء عند الإنسان اللي هو صحته وسعادته، فنبغى تواصلكم معنا خلال هالفترة وتفاعلكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فمستمعينا الأعزاء، بناخذ فقرة أو دردشة السوشيال ميديا مع زميلتنا أسماء الجناحي. أختي أسماء، صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور والسعادة والأجواء الجميلة اليوم. صراحة الأجواء ولا غلطان. نحن ننصح لكن الأشخاص اللي يعانون من الربو والأمراض اللي لها علاقة مرتبطة بالرئة، ننصحهم أن يتابعون طبيبهم ويأخذون البخاخات في وقتها، لأن أي تغير في الجو يتعب شوية مرضى الربو، فننصحهم أن يتواصلون مع أطبائهم أو ينضمون على أدويتهم عشان ما يتعبون. نعم. وأيضا أختي أسماء، اليوم يعني بسبب يعني الظروف الجوية ويمكن عدم الاستقرار في بعض الأماكن والأمطار وتجمع المياه، أيضا نحن يعني من خلال المنبر هذا ندعو الجميع بالقيادة الآمنة إن شاء الله. إن شاء الله، والله يحفظهم إن شاء الله، يصلون دواماتهم ودام ما شيء زحمة مدارس بيصلون دواماتهم إن شاء الله بصحة وخير إن شاء الله. من ضمن الأشياء اللي نحن كنا نتكلم عنها في قنوات التواصل الاجتماعي، يوم أمس كان في مشاركة مع أحمد القطامي، شارك في جلسة حوارية حول بناء مجتمعات تنعم بالصحة الجيدة والرفاه عبر المعرفة. من ضمن وهذا كان من ضمن فعاليات وبرامج قمة المعرفة اللي هي تكون تحت شعار المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة. الأشياء اللي كان مركزين عليها أربع محاور، اللي هي الصحة، التحقق الأساسي، الرعاية الصحية عبر المعرفة، الشركات والمجتمعات الصحية، وتأثير التقنية على جودة الخدمات الصحية. موضوع التقنية أخوي عزرا وايد يعني الفترة الأخيرة نسمع، مو بس في دولة الإمارات، حتى بشكل على مستوى العالم مركزين على أثر التقنية على الصحة. وقبل يومين كان في مؤتمر ومعرض المعلوم الإدارة المعلوماتية في الصحة. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت، كان في يوم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للتخصصات الصحية والمنظمة الكندية الدولية للتعليم الصحي، وهذا ضمن البرنامج برنامج الحفل أو الفعالية اللي كانت بين هيئة الصحة وبين المؤسسات الصحية الكندية. ونختمها برسالتنا الصباحية اللي هي تقول: اعمل على تعزيز ثقتك بنفسك وقدراتك، فثقتك هي من ستجعلك تؤمن بأنك قادر على الوصول إلى أهدافك. أغلب الأشخاص مشكلتهم مو في الناس اللي حولهم، مشكلتهم إنهم بينهم وبين نفسهم. حتى الكلمات اللي نحن نقولها لنفسنا تأثر في قدراتنا، لأن أنت كيف تكلم نفسك بينعكس على تصرفاتك، إنتاجياتك، وأيضا شعورك وحالتك النفسية. فننصحهم دائما كلم نفسك بإيجابية، وإن شاء الله بتشوف حياتك كلها راح تتغير، لأن منظورك للحياة راح يتغير. نعم، أكيد. وأنتم بصحة وسعادة.
دمتي وصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، شكرا لك على مداخلتك والدردشة السوشيال ميديا، شكرا لك. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء بأن هيئة الصحة بدبي معنية دائما ضمن الاستراتيجية بأنها توفر يعني خدمات صحية وخدمات صحية مميزة معنية بسعادة الإنسان. ومثل ما ذكرت أن قمة المعرفة 2019 كان يتطرق لأمور صحية ومستدامة، وألقى معاليه يعني محاضرة أو يعني ورشة عمل عن الصحة وعن عن أهم المحاور الأساسية اللي يعني تخدم فيها هيئة الصحة بدبي، الصحة وسعادة الإنسان. مستمعين الأعزاء، بنسير الفقرة التوعوية الثانية ونتكلم عن الألياف وصحة الجهاز الهضمي، بتكون معنا الأستاذة ندى علي. الأستاذة ندى، صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك ندى. أهلا. نحن دائما أختي ندى في برنامجنا صحة وسعادة نتكلم عن مواضيع كثيرة، وبالأخص الفقرة هاي التوعوية اللي هي معنية بالنسبة للتغذية. ومثل ما تعرفين اليوم موضوع التغذية مهم جدا في حياة الإنسان، التوازن في التغذية. وأيضا هناك اليوم الكثير من الدراسات بأن التغذية أصبحت وسيلة، ليس فقط يعني الإنسان يأخذ كغذاء، أيضا جانب علاجي في بعض الأمراض. صحيح. نعم. فاليوم اخترنا موضوع الألياف وصحة الجهاز الهضمي بما أن شهر مرض السكري والتوعية في مرض السكري، بس تخصصنا اليوم وتعمقنا في موضوع الألياف وفائدته وصحته للجهاز الهضمي. ففي الفترة الأخيرة تغيرت العادات الغذائية وصار أدى إلى انخفاض كمية الاستهلاك الألياف الغذائية عند غالبية الناس وحتى عند غالبية سكان الخليج العربي، وزادت نسبة الأشخاص اللي يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي من إمساك وانتفاخات وآلام أو بدون آلام في الجهاز الهضمي. وهاي الاضطرابات تبينت أنها تزيد مشاكل الإجهاد والخمول وتدني الحالة المزاجية، يعني القولون واضطرابات الجهاز الهضمي لها علاقة في الإجهاد والخمول والأداء الوظيفي وحتى تدني الحالات المزاجية. نعم. أيضا أختي ندى، نحن من خلال يعني الفقرات السابقة تكلمنا عن هذا الجانب، وأصبح اليوم يعني مهم جدا الجانب التثقيفي عند الإنسان، يعني في حال إذا احتاج أنه يعني يلجأ لأي شيء معين في حياته، يعني في صحته بشكل عام سواء رجيم أو أي شيء، المفروض أنه يأخذ يعني استشارة سواء من الطبيب المعالج اللي هو طبيب العائلة أو الأخصائية التغذية، بحيث أنه ما يدخل في المتاهات أو في النقاط اللي أنت ذكرتيها ممكن يعني يمر فيها أو يكون يعني البرنامج يعكس عليه بشكل غير يعني إيجابي. أيوة بالضبط، فلازم نرجع لمصادر يعني تكون موثوقة. نعم. لأخذ المعلومات منها. فبنعرف اليوم عن الألياف وفوائد الألياف وشو من وين مصادرها وكم الكمية المفروض ناخدها. نعم. الألياف هي شو؟ هي مجموعة من الكربوهيدرات التي لا يمكنها الهضم، يعني لا تهضم في الجسم ولا تتحلل. فالطبيعة الإنسان أنه يفتقر إنزيمات هضمية مطلوبة لتكسير هاي الألياف، فهي تمر عبر الجهاز الهضمي من دون ما تتغير. وللألياف فوائد كبيرة وخاصة للجهاز الهضمي. فأول فائدة، ممكن تحافظ على حركة الأمعاء الطبيعية والنظام الخروج الطبيعي. ثاني فائدة، ممكن تكون تخفض الكوليسترول الضار، لها فوائد، لأن أنواع الألياف نوعين، ألياف تذوب في الماء وألياف لا تذوب. ففي الأنواع اللي تذوب في الماء هاي لها فوائد أنها تخفض الكوليسترول الضار. ومن فوائده أيضا للجهاز الهضمي، تشعر الإنسان بالشبع فترة أطول، فهاي لها فائدة أو تساهم في عمليات تخفيف الوزن وتنظيم الوجبات، يعني ما ناخذ وجبات كثيرة أو يعني تعطي مسافات بين الوجبة والوجبة الأخرى، وتحافظ على مستويات السكر في الدم، تمنع ارتفاع السكر بسرعة والانخفاض بسرعة إذا أخذنا سكر بسيط من أو وجبة من غير ألياف، وتعالج الكثير من حالات الإمساك.
نعم أختي أستاذة ندى، أنا عندي بس سؤال بخصوص موضوع الألياف وصحة الجهاز الهضمي. شو تنصحين أنت مثلا الناس، يعني شو الوجبة اللي هي مفروض أن يكون فيها نسبة الألياف أكثر؟ هل هو فترة وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء؟ إحنا ننصح الألياف تكون موجودة في كل وجبة، وكل حتى يعني كل وجبة ناخذها طول اليوم لازم يكون فيها ألياف. فيعني احتياجنا للألياف، النساء احتياجهم 25 جرام من الألياف يوميا، والرجال تقريبا من 38 أو من 35 ل 38 جرام من الألياف. والألياف موجودة في كل أنواع الأكل الطبيعي، مثل خضروات، فواكه، بقوليات، الحبوب الكاملة من القمح والأرز والمكسرات والبذور، كل هذا موجود فيهم نسبة من الألياف. نعم. يعني ننصح أن هاي الأنواع اللي هي الخضروات والفواكه والبقوليات تكون موجودة في كل وجبة. صحيح. وحتى الحبوب الكاملة، يعني ونختار الأنواع الحبوب الكاملة. نعم. أستاذة ندى، عندي بس مداخلة أو سؤال من أحد المستمعين، يعني هل الخبز فيه نسبة ألياف؟ وكم نسبة الألياف اللي موجودة في الخبز الأبيض، وكم النسبة اللي موجودة في الخبز الأسمر؟ لأن نحن دائما نسمع يعني كثقافة ومن أخصائية التغذية أن يعني الخبز الأسمر فيه نسبة الألياف أكثر من الخبز الأبيض. بالضبط. نحن ليش ننصح أن يأخذون خبز مش بس أسمر، يعني يكون خبز أسمر مع النخالة أو مع الحبوب الكاملة، لأن فيها نسبة ألياف أكثر، ويختلف نوع للنوع الآخر. الخبز الأبيض معاد تصنيعه ومكرر، فالقشرة اللي موجودة على القمح هاي مزالة، فنسبة الألياف جدا قليلة، يعني تكون 2 جرام أو أقل حتى. أما على حسب نوع القمح ونخالة القمح، يعني تحتوي على نسبة عالية، يعني كل 100 جرام من نخالة القمح تحتوي على 43 جرام من الألياف، وهو أعلى حتى من احتياجنا. نعم. أستاذة ندى، عندي أيضا مداخلة عبر الاسمس، واحد يقول أنه يعني عنده برنامج رياضي، يعني يصير الجيم بشكل مستمر، شو تنصحينه بالنسبة كمية الألياف اللي هو مفروض ياخذها في اليوم الواحد؟ قلت لك الرجال 38 جرام، إذا كان فوق 50 يقللها من 21 إلى 30 جرام يوميا، وهو من خلال يعني إضافة كل الخضروات، يعني تكون في كل وجبة موجودة من الوجبات الرئيسية. نعم. إضافة صنفين أو ثلاثة من الفواكه بين الوجبات، إضافة البقوليات في الأكل، وحتى النشويات تكون كلها حبوب كاملة، مثلا نخالة القمح، الرز، الشوفان، كلهم يحتوون على النخالة. نعم. الكاملة. ممتاز. والمكسرات والبذور كمان، هاي تزيد نسبة الألياف اللي بياخذها في آخر اليوم. مرات أستاذة ندى أيضا يعني بخصوص موضوع المكسرات، مثل ما أنت تعرفين طبعا أخصائية التغذية أنها مفيدة، وأيضا الدهون اللي موجودة أو الزيوت اللي عفوا اللي موجودة في المكسرات مفيدة أيضا. لو يعني تذكرين شو الكميات اللي مفروض ياخذها الإنسان، مو بشرط يكون يعني مريض، حتى الإنسان الصاحي، كمية المكسرات اللي مفروض ياخذها في اليوم الواحد؟ صح، مثل ما قلت المكسرات هي وجبة كثير مفيدة أو عنصر يعني غذائي كثير مفيد، بس مشكلتها عالية بالسعرات الحرارية، فالكمية لازم تكون محدودة. لها فوائد بالسعرات الحرارية عالية، فمثلا من الجوز 3 حبات جوز في اليوم مع 7 حبات من اللوز، هذه هي الكميات يعني أو قد حجم اليد مش أكثر، مش الواحد يسرح فيها ويأخذ كميات كبيرة منها. وكلها لها فوائد عديدة، بس ما تكون لا محمصة ولا مملحة، بفضل ناخذها مثل ما هي النيئة الطبيعية، ويضيف معها التمر ممكن أو الزبيب، فهاي المجموعة تعطيك قيمة غذائية عالية جدا. نعم. أستاذة ندى، عندي مداخلة أيضا على الاسمس من أحد من بمحمد أتوقع، يقول هل يصيب ارتجاع المريء الحمضي لمن عمل تحويل مسار المعدة، ومدى تأثير هذه الحالة للشخص؟ ممكن يصيب بعض الحالات في أنه يكون عندهم ارتجاع حمضي، ولازم يأخذ احتياطه أنه ما تكون الوجبة كبيرة اللي يأخذها وجبة صغيرة، يأخذها على مراحل متقطعة، ما تكون عالية بالدهون تكون قليلة، قبل النوم ياخذها قبل 3 ساعات او 4 ساعات الوجبه الاخيره، في شويه
التوصيات لازم يتبعها عشان يتجنب هاي الأعراض. نعم. شكرا الأستاذة ندى علي، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، وشكرا لمعلومات القيمة اللي تكلمتي فيها عن الألياف وصحة الجهاز الهضمي. شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ الفاصل فقرتنا الثانية بتكون بيكون معنا الدكتور محمد الدسوقي، أخصائي طب أسرة، وبيتكلم عن يعني خدمة متميزة جدا موجودة في هيئة الصحة في دبي، والأخص في قطاع الرعاية الصحية الأولية. بنكلمكم إن شاء الله أكثر بعد ما ناخذ الفاصل هذا. خلكم ويانا إن شاء الله، فاصل قصير وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-55-14-14، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بيكون معنا إن شاء الله الحين الدكتور محمد الدسوقي. نجحت هيئة الصحة بدبي عيادات الإقلاع عن التدخين بهيئة الصحة بدبي في رفع نسبة المقلعين عن التدخين ب 15% من العدد الكلي للمراجعين لهذه العيادات، والبالغ حوالي 400 مراجع سنويا. للحديث عن هذه العيادات يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور محمد الدسوقي، أخصائي طب أسرة في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية ومركز دبي للإقلاع عن التدخين بهيئة الصحة بدبي. دكتور محمد، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين. الله يحييك دكتور. نحن نعرف أن يعني عيادة الإقلاع عن التدخين أحد الخدمات المتميزة جدا اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، والعيادة هاي صار لها 10 سنوات. كثير من الخدمات المميزة في هاي العيادة بنتكلم إن شاء الله معاك خلال يعني حديثنا اليوم. طبعا العيادة ما تقدم فقط خدمة يعني الإقلاع عن التدخين، ولكن خدمة متكاملة وشمولية. دكتور محمد، عطنا فكرة عامة عن هاي العيادة وأماكن تواجدها في هيئة الصحة بدبي. طبعا عيادة الإقلاع عن التدخين هي فعلا زي ما حضرتك أشرت هي إحدى الخدمات المتميزة اللي بتقدمها هيئة الصحة بدبي، والعيادة موجودة في قطاع الرعاية الصحية الأولية. بنعمل 3 عيادات أسبوعيا في مركز البرشاء الصحي يوم الاثنين كل اسبوع بعد الظهر، يعني العيادة تبدأ الساعة 2:30 وتنتهي الساعة 9:30، وفي عيادة مركز الطوارئ الصحي في يومين، يوم الاربعاء في فترة ما بعد الظهيرة من 2:30 ل 9:30، ويوم الخميس صباحا من الساعة 7:30 ل 2:30. واحنا قصدنا ان احنا ننوع توقيت العيادة واماكنها للتسهيل على الأقوى المدخنين المحولين من عيادات الرعاية الصحية الأولية ومن المستشفيات، أنه يقدر يوفق وقته تبع مكان سكنه وتبع الوقت اللي يسمح له. هذه العيادات موجودة من مدة تقرب من 10 سنوات زي ما حضرتك أشرت. نعم. وهي فيها كثير من المميزات، أنه كثير من المدخنين قبل إنشاء هذه العيادة كانوا لا يجدوا الوقت عند الأطباء في العموم لإعطائهم النصيحة الخاصة بالإقلاع عن التدخين، وإعطائهم جلسات توعوية وإعطائهم أدوية، وكان بيكون الوقت قصير. لما أنشأنا هذه العيادة الكونسلتيشن أو وقت الزيارة بيتراوح من 30 ل 35 دقيقة كحد أدنى. نعم. ودي بتكون باكيج بيجي الشخص بيزورنا 4 أو 5 مرات، وقد تمتد أكثر من كده. بنقدر خلال هذه الزيارات إن إحنا نقوم بفحصه فحص شامل، الفحوصات الأولية وفحوصات خاصة بوظائف الرئة، وفي أسئلة معينة وكويشنير، يعني فورمات معينة خاصة بالمدخنين معتمدة من منظمة الصحة العالمية ومن كل الهيئات العلمية. بيقوم الشخص بمساعدة الممرضة والطبيب بملء هذه الفورمات، وبناء على النتائج بنقدر نصنفه بدرجة إدمانه للنيكوتين، هل هي درجة متقدمة، درجة وسط، درجة أقل، وبنقدر نعرف الخلفيات اللي عنده، بحيث لما نضع
خطة الإقلاع تبقى متوافقة مع ظروفه المعيشية والحياتية والاجتماعية. نعم دكتور، عفوا بس عندي مداخلة يعني من أحد المستمعين. بالنسبة أنت ذكرت في البداية أن تم يعني بناء هاي العيادة أو وجودها بحيث أنه يتناسب مع ظروف الناس اللي كان مثلا يعني ما يقدر الفترة الصباحية بسبب التزامه بساعات العمل أيضا بالإمكان. فهو يقول هل العيادة، نحن نعرف أن اليوم عيادات الرعاية الصحية الأولية لابد أن الاتصال وأخذ موعد، فهو يقول هل يعني نفس الآلية أن الواحد يتصل ويأخذ موعد ويحضر العيادة هاي، أو أنه يقدر مباشرة يعني يحضر بدون موعد؟ لا، هو احنا نظمناها بحيث ان احنا عشان حقوق الآخرين، يعني لما بتبقى مرتبة بمواعيد بتكون أفضل، ولكن احنا لحسن الحظ انه المواعيد ليست متأخرة، يعني مواعيد سريعة، يعني قد تكون خلال الأسبوع اللي بيتصل به الشخص. إذا اتصل يوم الأحد ممكن يلاقي الموعد بتاعه الاثنين أو الأربع أو الخميس. نعم، ومثل ما ذكرت دكتور أنت يعني دائما هي فكرة يعني أخذ المواعيد لإعطاء المراجع أو المتعامل الوقت، الجودة الوقت اللي هو يحتاجها مع الفريق الطبي. بالضبط، ودي نعم. ودي بتحميم بالخصوصية، يعني نعم. إحنا بنحط وقت طويل بحيث إنه خصوصية الشخص وياخد وقت الكافي، وموضوع المواعيد ليس تأخير في المواعيد. وفي احنا في أحيان كثيرة في العيادات لما بنجد انه في بعض المراجعين لم يحضروا، بنقوم بملء هذه الفراغات من اي شخص موجود داخل العيادة. احد الاطباء يريد ان يحول شخص ويتشاف اليوم، نعم. لو الامور بتسمح بنشوفه. فبالنسبة للمواعيد ما اسهلها، واحنا بس بنطالب كل المداخلين ان يبادروا، وأطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء المستشفيات بيعرضوا في معظم الأحيان على المدخن إن هم يحولوه لعيادات الإقلاع عن التدخين. وإحنا بنقول للمدخنين عليك أن تجرب، يعني مسألة إنه بس الذهاب إلى العيادة في حد ذاته واستكشاف ما بها، بيكتشف كثير من المدخنين أن هناك خدمات لم يكن يعلم بها، لم يكن يعلم أن هناك أدوية مثلا بنديها للمدخنين في فترة الإقلاع بتساعدوا على التغلب على أعراض الانتحار. نعم، وهي نقطة في منتهى الأهمية. صح دكتور، أيضا يعني نحن يعني نعرف أن هاي الخدمة مميزة و لها طابع مثل ما ذكرنا شمولي. يا ريت دكتور لو تكلمنا، لأني أنا أعرف أن هاي مش عيادة عادية، هاي عيادة متكاملة وفيها فريق طبي متكامل يتم يعني إدارة حالة الإنسان هذا اللي خلنا نقول مدمن، أو حتى لو ما كان مدمن مثل ما ذكر الدكتور أن هناك بعض الفحوصات أنتوا تسوونها لمعرفة نسبة إدمان هذا الإنسان، ومن بعدها يتم يعني وضع آلية وخطة متكاملة بحيث أنه يتم مثل ما ذكرنا إدارة حالته بشكل متكامل. فياريت لو دكتور تكلمنا في هاي الجزئية هاي اللي أنتوا ديرون حالة الإنسان، ليس فقط يعني إدمانه ولكن الجوانب مثل ما نقول النفسية، الجوانب يعني التغذوية، الجوانب الأخرى دكتور. نعم، وطبعا في العيادة في أول زيارة بيجي فيها الشخص المدخن، نعم. بنقوم بدراسة حالته كاملا، بنعمل له فحوصات مبدئية بحيث نعرف حالة القلب وحالة الرئة وحالة الدم وتحليلات خاصة بوظائف الكلى ووظائف الكبد، نعم. وصورة الدم كاملة، وبالفحص الفيزيائي كمان بنشوف صدره هل في أي مشاكل، وبناء على التحليلات المبدئية مع بعض الفحوصات اللي بتبين لنا أداء الرئة، أداء الجهاز التنفسي، ونسبة أول أكسيد الكربون، وبعدين بيسأل مجموعة من الأسئلة معتمدة من منظمة الصحة العالمية بحيث بنقدر نصنفه، وبنقعد معاه بنعرض عليه هذه النتائج وبنقول له أنت الوضع بناء على هذه المعطيات بنحتاج أن احنا نحط بلان. فالشخص المدخن أولا بيشعر بأنه العيادة بياخد فيها الوقت الكافي للتشاور مع الطبيب، ودي نقطة في منتهى الأهمية، لأن ثبت الدراسات أنهما كلما زادت المدة الزمنية للكاونسلينج أو المشورة ما بين المدخن والطبيب كلما كانت إمكانية إقلاعه أعلى. يعني صح. لو قلنا 5 دقائق، لا 10 دقائق أفضل، ربع ساعة أفضل، نص ساعة أفضل، فإحنا وصلنا ل 30 دقيقة أو 35 دقيقة على 4 زيارات. خلال هذه المدة الشخص باختصار بيفتح قلبه للطبيب والطبيب بيفتح قلبه للشخص، بحيث ان هم يحطوا مع بعض نقاط نفسية واجتماعية وسلوكية
ودوائية في نفس الوقت. نعم. يستطيع أن هو ينجز وبيجي متابعة كل أسبوع أو كل أسبوعين وبنشوف التقدم في الحالة وبنجد نتائج مبهرة حتى عند الأشخاص الذين لم يقلعوا. لاحظنا أنه الشخص لما بيزور العيادة ولا إذا لم ينجح من المرة الأولى بنلاحظ أنه بعد مدة سنة أو سنتين بيظهر لنا مرة أخرى في العيادة ليحاول مرة أخرى، وهو ده أحد المكاسب الكبرى لوجود هذه العيادة، إنه المدخن كان لا يعلم أن هناك في خدمة للإقلاع عن التدخين. نعم. إذا جاء مرة وحاول ولم ينجح بيبقى عارف إنه في مكان يستطيع أن يذهب له مرة. صح. أيضا دكتور يعني من خلال يعني حديثنا أنت ذكرت بأن يعني هو ليس فقط علاجه إنما أيضا متابعة حالة، المتابعة الدورية، يعني بعد ما تحطون أنتم الدكتور الخطة العلاجية من بعد ما تسوون الفحوصات ويبين لكم يعني مدى يعني النسبة اللي هو يعني مدمن فيها يتم يعني متابعة حالة الإنسان هذا. لو تكلمنا دكتور شوي أكثر آلية متابعة الحالة هاي بعد ما ييك أول زيارة مثل ما ذكرت دكتور محمد. مثلا في المتابعة من حيث الكشف الظاهري ومن حيث عمل وظائف الرئة وقياس نسبة أول أكسيد الكربون في هواء الرئة. معظم المدخنين أو كلهم بيكون نسبة أول أكسيد الكربون وهو غاز سام موجود في دخان السيجارة وما شابهها من منتجات التبغ يكون عالي جدا. هذا الغاز وجوده لفترات طويلة داخل هواء الرئة بينافس الأكسجين، بمعنى أنه الشخص بدل ما يتنفس أكسجين بيتنفس أول أكسيد الكربون وهو بيقلل من أداء كرات الدم الحمراء، فالشخص يصاب بالإجهاد والإعياء وضيق النفس. فأول ما الشخص يبدأ في المراحل الأولى حتى لو قام بتقليل التدخين معاها نسبة أول أكسيد الكربون بتبدأ تنزل. احنا بنخبره إذا كانت نسبتك اليوم 20 المرة القادمة بقت 10 وبعدين بتنزل بالتدريج لحد ما يصل إلى الإقلاع، ويرى بعين إنه النسبة اللي كانت عنده مرتفعة 20 أو 30 وصلت إلى الزيرو أو 1. فدي بتعمل إنعكاس نفسي عند الشخص المدخن إنه مجرد الإقلاع لأيام قليلة بيرجع وظائف الرئة تبدأ تتحسن ونسبة أول أكسيد الكربون تبدأ تنزل ويبدأ هو يشعر من الناحية الفيزيائية إنه بدأ يبقى أحسن. وإحنا دايما بنحب في الزيارات نسمع من الشخص. نعم. يعني بتروح يقول إيه اللي حس بيه بعد ما بطل، إيه اللي حس بيه بعد ما بدأ يقلل، وبندعم بقى مع بعض الأشياء السلوكية اللي بتساعد في إنه ما يفتكرش التدخين، ما يحاولش يروح الأماكن اللي فيها تدخين، ما يربطش ما بين العادات اليومية والتدخين. يعني في كثير من المدخنين عندهم رابطة قوية ما بين شرب الشاي أو القهوة والتدخين. نعم صحيح، دائما يربطون دكتور موضوع شرب الشاي مع القهوة. أيوة، فإحنا واحدة من برامج والأساليب التدريب للشخص المدخن في المراحل الأولى إنه بنديله فترة زمنية نقول له حاول تفصل ما بين عادة التدخين وشرب هذه الأشياء، فبيبدأ يدخل في سلوك جديد يرى الحياة بشكل آخر. كذلك التدخين في أماكن معينة، التدخين في السيارة نطلب منه أنه يتوقف عن التدخين في السيارة ويمنع نفسه عن التدخين في السيارة، فبيبدأ هو يتعود على أشياء جديدة بحيث أنه نقلته. هي أشياء سلوكية كثيرة بنشرحها للشخص في أثناء الجلسات وبنديله طاقة مهام معينة يقوم بها لمدة أسبوع. نعم. يرجع بعد الأسبوع يقول لنا إيه اللي قام به وإيه نسبة النجاح وقد نقوم بالتعديل أو الإضافة. نعم دكتور محمد، الحديث شيق معك والخدمة الحقيقة متميزة، عيادة الإقلاع عن التدخين، وأنا أتمنى إن شاء الله يعني اللي يدخن ويحب إنه يقلع عن التدخين فيعني يراجع العيادة المتميزة هاي. ولكن بخلي دكتورة الكلمة الأخيرة لك، شو كلمتك الأخيرة وشو تنصح مستمعينا الأعزاء؟ طبعا كلمتي الأخيرة لكل المستمعين إنه وجود هذه الخدمة شيء طيب جدا ومبادرة جميلة من هيئة صحة دبي. نعم. لمنع الأمراض، لأنه هذا من أكثر الأشياء اللي ثبت علميا. نعم. إنها موفرة للمال والصحة هو منع المرض قبل حدوثه. نعم صح دكتور، وهذا أمر إحنا بنشوفه في منتهى الأهمية، وقد يكون الإقلاع عن التدخين هو أكثر الأشياء العلاجية تدخلا توفيرا للمال والصحة مقارنة بكل الأمراض المزمنة.
عايزين نطلب من الساده المستمعين والمداخلين انه ياخذ الخطوه ويحاول ويحضر العياده، يحضر العياده ويرى بعينه. نعم. يستكشف ويسمع. لن يخسر شيئا، لن يخسر شيئا. لا طبعا دكتور بيستفيد طبعا اكيد. نعم. لو موجود في اي عياده من عيادات الرعايه الصحيه الاوليه او المستشفيات، اصبح في المعلومات الطبيه الموجوده على السيستم عندنا انه الشخص تصنيفه مدخن او غير مدخن. اما هو يبادر بان يطلب من الطبيب انه يسوي له موعد او. نعم. وبنقول للاخوه الاطباء الزملاء في كل الرعايه الصحيه الاوليه وفي كل المستشفيات انه اي شخص معروف عنه انه مدخن، مجرد ان احنا نعرض عليه تلك الفرصه. نعم. كثير منهم لا يدري بوجود الخدمه. نعم دكتور محمد، عندنا ايضا رساله على الاس ام اس بس بنقرا معك وترد عليه ان شاء الله. يقول لازم، يعني هل لازم يكون في ترتيب بعد الاقلاع من التدخين بمشي على نظام غذائي لان اكثرهم وزنهم يزيد بزياده؟ نعم تفضل دكتور. اي طبعا دي احدى الاشياء اللي بيعتبرها بعض الناس انها واحد من الاعراض الجانبيه للاقلاع عن التدخين، لانه شهيه الشخص بتتفتح للاكل، تذوقه للاكل بيتحسن، شمه بيتحسن، وبالتالي بياكل زياده شويه. فاحنا قبل بدايه الاقلاع بنضع خطة موازية بحيث أنه لا يزيد وزنه، وإذا حتى زاد الوزن بيكون في حدود 5-7 كيلو كحد أقصى. نعم دكتور محمد، بناخذ مداخلة، عندنا مداخلة اتصال من أبو محمد. مرحبا أبو محمد، صباح الخير. صباح النور، الله يبارك فيك. الله يسلمك، تفضل أخوي أبو محمد. الله يبارك فيك. والله أنا كنت ما مدخن ولا مدخن، لكن الفترة الأخيرة دخنت دخنت واحد. نعم. اثنين ثلاثة والأمور ماشية، يعني عرفت كيف؟ بس دار نصيحة من الدكتور، شو بنصحني وشو الحاجة الممكن أنا أقدر. دكتور محمد عندك السؤال، فهو يقول يعني ما كان مدخن ولكن بدأ في الوقت الحالي بالتدخين وما زال يعني مستمر في التدخين. لا واحد اثنين ثلاثة كده في اليوم. نعم. هو طبعا مسألة واحد اثنين ثلاثة احنا بنصنفه لأقل من 10 سجاير في اليوم أو 10 مرات بالنسبة للدواخ أو أقل، بيبقى اسمه مدخن خفيف، لايت سموكر يعني. بس ده فيه خطورة إنه في المستقبل القريب هيزيد عن ذلك، لأنه هو بيدخل جسمه جرعات قليلة من النيكوتين ومع مرور الوقت بتبدأ تتزايد. على أي حال أيا كان التدخين، عدد قليل أو كبير فهو مضر. بس في حالة المستمع الكريم الوضع بتاعه أسهل، فهو في البدايات، فإذا شرفنا في العيادة هنعمل له جلسات توعية وكيف يتغلب على الرغبة في التدخين بسهولة، لأنه يعني وضعه يعتبر من الحالات السهلة، 3-4 مرات في اليوم من السهل جدا التغلب عليها باتباع الإرشادات اللي هنقولها له. فهو أقرب عيادة لحضرته يتوجه لها ويطلب موعد، وإن شاء الله نشوفه خلال حد أقصى أسبوع من تاريخ وجوده إن شاء الله. نعم شكرا دكتور محمد. كان ويانا في الفقرة هاي الدكتور محمد الدسوقي، أخصائي طب أسرة في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية، والحقيقة معلومات قيمة وخدمة متميزة تقدمها هيئة الصحة بدبي، عيادات الإقلاع عن التدخين. مستمعينا الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، خلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. أحب أني أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأحب أني أيضا أرحب بكل من انضم إلينا. فقرتنا الثانية بتكون نتكلم حديثنا عن حملة دمي لوطني، تسهم عملية نقل الدم في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة الناس. لذلك أطلقت هيئة الصحة بدبي حملتها السنوية دمي لوطني. ستحدثنا عن الحملة الدكتورة مي رؤوف، مديرة مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي. دكتورة مي صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير والسرور، أهلا بك أستاذ عبد الله.
أهلا بك دكتورة. مثل ما تعرفين أنت، نحن موضوعنا معاك اليوم موضوع حيوي وموضوع إنساني وموضوع الحقيقة يعني يخدم يعني حاجة الناس دكتورة. ومثل ما نعرف نحن، مهما يتطور العلم ومهما يصل العلم إلى مراحله، ولكن ما زلنا نحتاج يعني دعم الإنسان في موضوع الدم. فدكتورة، ما هي أهمية التبرع في الدم؟ نعم، طبعا التبرع بالدم هو من أسمى الأعمال الإنسانية النبيلة، لأن يساهم المتبرع بالدم المتطوع في إنقاذ حياة أرواح ثلاث أشخاص، ثلاث مرضى بعد مشيئة الله طبعا سبحانه وتعالى. ويكون هذا المتبرع متبرع لأشخاص عادة لا يعرفهم، وسوف لن يراهم طوال حياته. فهو واحد من أهم ومن أنبل الأعمال الإنسانية اللي يمكن أن يقدمها الشخص إلى الإنسان إلى إنسان آخر. مع تقدم العلم وتطور الخدمات الطبية، ما زلنا لا يوجد بديل لدم الإنسان البشري. فبنوك الدم في جميع دول العالم بحاجة بشكل يومي إلى تبرع الأشخاص الأصحاء اللي حالتهم الصحية تسمح لهم التبرع بالدم. نعم. أن يتبرعون، حتى تقدر بنوك الدم توفر كميات الدم ومكوناته المطلوبة للمرضى اللي يعانون من مختلف الحالات المرضية اللي تحتاج إلى نقل دم، مثل حالات النزف الحاد المصاحب للعمليات الجراحية أو مصاحب لحوادث الطرق والمواصلات. وطبعا أدنى مرضى الثلاسيميا اللي اعتمادهم الرئيسي في علاجهم يكون على نقل الدم المتكرر، وحالات لا سمح الله الأمراض السرطانية وأمراض النسب الوراثية وكثير من الأمراض اللي تحتاج إلى نقل دم أو مكوناته. فإحنا بحاجة إلى أن وجود ودعم الجمهور للتبرع بالدم، حتى نقدر تقدر بنوك الدم أنه تقوم بعملها وتوفير الدم الآمن والسليم. وطبعا دائما منظمة الصحة العالمية تذكر في منشوراتها أنه يجب على خدمات نقل الدم توفر الدم الآمن والسليم بالكميات المطلوبة بالوقت المطلوب، لأنه في بعض الحالات الحرجة إذا كان الدم ما موجود في ذاك الوقت ممكن أنه لا سمح الله نفقد المريض. فلازم يكون الدم موجود ومتوفر بالكميات اللي يحتاجها المريض وبالوقت المناسب. وهذه طبعا تحدي كبير أمام بنوك الدم يوميا في سحب الدم وتوفيره للمرضى. نعم. أيضا دكتورة، يعني هيئة الصحة بدبي وحسب يعني استراتيجية الهيئة وأخذ موضوع يعني التبرع بالدم إنه يعني جانب إنساني وحيوي ومهم، أيضا وضعت كثير من الأساليب المختلفة في موضوع التبرع بالدم. هناك وسائل يعني كثيرة دكتورة، مثل الباصات يعني موزعة، يحتاج ما الإنسان ما يحتاج إنه يوصل لمركز التبرع بالدم يمكن إنه يتبرع فقط. أيضا هناك أماكن متوزعة، هناك باصات مجهزة بأحدث الوسائل والمواصفات للتبرع. لو تكلمينا دكتورة شوية عن هذا الموضوع. نعم، طبعا قيادات هيئة الصحة في دبي تولي بنوك الدم أهمية كبيرة، فإحنا لنا دعم كبير في توفير البنية التحتية والمستلزمات الخاصة ببنوك الدم. وأحب اليوم أن أذكر أنه مختبرات البنوك الدم هي من أغلى المختبرات الموجودة، لأنها تتضمن كثير من التقنيات والأجهزة والمواد والمعدات. والإمارات الحمد لله تم اختيارها في عام 2010 من قبل منظمة الصحة العالمية ومن أفضل خمس دول بالعالم في سلامة نقل الدم، حيث أنه أدخلت الإمارات في عام 2005 وهي كانت أول دولة عربية تدخل فحص الحمض النووي للكشف المبكر عن الفيروسات اللي ممكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم. الحين المتبرع بالدم يتم طبعا فحصه، وبعد أن نتأكد أنه هو ممكن يتبرع بالدم يتبرع بالدم، لكن الدم طبعا هذا لا ينقل للمريض، يتم عليه كثير من الإجراءات وكثير من الفحوصات حتى نتأكد من سلامته أنه ممكن أن ينقل للمريض. وهذه الفحوصات جدا معقدة،
وكثيرة لضمان سلامة عدم نقل أي مرض أو عدوى عن طريق نقل الدم. والحمد لله يعني الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات تولي بنوق الدم أهمية كبيرة، وكل الدعم متوفر حتى يكون في مختبرات ومراكز لاستقبال المتبرعين بالدم بأعلى يعني معايير الجودة ومجهزة تجهيز كامل. نعم. بالنسبة لنا طبعا سحب الدم في المركز دبي للتبرع بالدم اللي واقع داخل حرم مستشفى لطيفة يمثل فقط 20% من وحدات الدم المسحوبة يوميا، أما 80% أخوي عبد الله اللي تنسحبها بشكل يومي فهي خارج المركز باستخدام حافلات التبرع بالدم، وهي طبعا حافلات باصات مجهزة فيها أسرة متحركة ومجهزة بأحدث التجهيزات وفيها تقنيات ذكية للتأكد من سلامة المتبرع، وكذلك نساهم في إسعاده بأن نجعل عملية التبرع سريعة ومريحة وطبعا أمينة. نعم. فمن خلال بنوك الدم 80% من الدم يوميا يسحب في عدة أماكن مختلفة، مؤسسات، دوائر، شركات، جامعات، مدارس. عندنا طبعا جداول يومية لأماكن تواجد حافلات التبرع بالدم. نعم دكتورة، عندنا سؤال وصلنا عبر الاسمس 4006. السؤال يقول: هل يستطيع حامل جين الاسمية التبرع بالدم؟ العفو، أي جين؟ حامل جين الاسمية التبرع بالدم. هو طبعا اللي ما عرفت شو يقصد بالضبط جين الاسمية، هل يقصد جين الثلاسيميا؟ يمكن كتبها بالغلط يعني. ممكن دكتورة. الأمراض الوراثية، حاملين الأمراض الوراثية اللي تأثر على الدم مثل الثلاسيميا أو مثل فقر الدم المنجلي، أو حتى إحنا بالنسبة إن حاملين جين التفول اللي هو G6PD من ننصح بتبرعهم بالدم حفاظا على حياة وصحة المتبرع بالدم. ولكن في ناس مثلا اللي عندهم أمراض ثانية ما تأثر على التبرع بالدم ولا تأثر على صحتهم فممكن يتبرعون بالدم. واليوم أحب أقول إنه إحنا بالنسبة إنه في عندنا شروط للتبرع بالدم، والغرض من وضع هذه الشروط، طبعا هذه الشروط عالمية. نعم. في مركز دبي للتبرع بالدم معتمد من جمعية بنوك الدم العالمية الأمريكية منذ عام 2012. فإحنا في هذه الشروط نسعى لضمان سلامة المتبرع، ففي كثير مرات نطلب من المتبرع عدم التبرع ويتم استثناء من التبرع، والسبب يكون حفاظا على صحته، مثل الشخص يكون عنده فقر دم فهذا ما ممكن يتبرع بالدم، أو يكون عنده مثل حامل لأمراض الدم الوراثية فلا يمكن يتبرع بالدم لأن هذا يأثر سلبا على المتبرع. وفي مرات أنه نستثني المتبرع من التبرع لأسباب تخص سلامة المريض متلقي الدم، فإحنا عندنا لازم نضمن سلامة المتبرع وسلامة المريض متلقي الدم. نعم. ففي عندنا شروط يعني موجودة، طبعا أحب اليوم أقول إذا وقتنا قصير إنه في عندنا تطبيق دمي الذكي اللي هو تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة موجود ضمن تطبيقات هيئة الصحة في دبي الذكية، وفيها كل شروط التبرع بالدم وفوائد التبرع بالدم وأسئلة وأجوبة كثيرة، يستطيع أي شخص ينزل على تليفون الأندرويد والأبل ستور ويقدر ياخذ معلومات، وكذلك في رقمنا المجاني الموجود يقدر يسأل أي سؤال يجي على باله وإحنا مستعدين للرد. شكرا. شكرا للدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، شكرا على هاي التوضيحات المهمة والخدمات الجليلة اللي تقدمونها من مركز الدم. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كل شكري وتقديري لفريق العمل من إذاعة نور دبي، وأيضا فريق العمل من هيئة الصحة بدبي. شكرا مخرجنا المتألق نمر محمد، وأنا كنت معاكم، تقبلوا تحياتي عبدالله جمعة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.